ده يحصل في كرة القدم. تقبل الجزئية دي مهم جدا، وإن كان جمهور الأهلي لا يقبل جزئية الهزيمة أو التعادل حتى في أي مباراة، لكن هي دي كرة القدم. لازم حتة إن إحنا بقى خلاص بنطوي صفحة معينة وبنبتدي نفكر في الصفحة الأهم. بطولة أفريقيا هي الأهم فعلا. لما نيجي نبص كده خلاص، تيجي تسأل جمهور النادي الأهلي أنت بتفكر في بطولة كأس مصر ولا بطولة أفريقيا، هيقول لك كأس أفريقيا. بطولة أفريقيا طبعا بلا شك، لأنها بتوصلك لحتة تانية، حتى الجزء المادي مختلف، هتوصلك لحتة العالمية وكأس عالم للأندية. ده اللي احنا بنفكر فيه، ولكن طبعا احنا عندنا مشاكل كتير ممكن تكون بدايتها الخروج من بطولة كأس مصر، والحالة النفسية ازاي ترجعها للاعبين. دي هتبقى طبعا بالجزء الفني من خلال كابتن حسام البدري والجهاز الفني يتعامل ازاي مع اللاعبين. حتة الجمهور ودعمه طبعا مهم جدا. حتة الإصابات، انت عندك لعيبه مهمه جدا مش هتلعب الماتش الجاي، منهم ازارو، اجاييه، ان شاء الله علي معلول يعني رجع، لكن دي هتبقى اول مباراه. هل ممكن كابتن حسام البدري يشركه من البدايه؟ برضو دي صعوبات بتقابلك فيها. سعد سمير لسه الكشف الطبي بكره ان شاء الله من خلال التدريب هنشوف هيبقى سليم 100%. الامور دي برضو صعوبات بيواجهها الجهاز الفني، فلازم حته الدعم برضو للجهاز الفني. عشان كده احنا بنقول دعم الجمهور ده مهم جدا، حتى بقى اخر لحظه في المباراه، لان وارد انك تكسب، انت مطالب ان انت تاخد 3 بونت من هذا او 3 نقاط من هذه المباراه. يعني الموضوع مش رايح جاي بقى هنا، انت عايز 3 نقاط لان هيفرق معاك جدا في شكل المجموعه بالنسبه لك. خلينا نروح برضو لواحد من نجوم النادي الاهلي السابقين، واحد مميز جدا، خبرات كبيره كلاعب ثم كمدرب، كابتن عمرو انور. مساء الخير يا كابتن عمرو. خير، ازيك يا محمد؟ تحياتي ليك يا كابتن. واكيد يعني جزئيه مهمه جدا لازم اسالك فيها، جزئيه جمهورنا ودوره والفتره الجايه للنادي الاهلي. هو سؤال طبعا او سؤال مشترك ما بين طبعا النجوم اللي بيبقوا معايا دلوقتي، لان مهم جدا نعرف ان نجوم النادي الاهلي بيتعرضوا لمواقف زي كده، وحصلت قبل كده لكل النجوم، ولكن جمهورنا هو اللي بيقف في ظهرنا، هو اللي بيخلينا نرجع تاني للمسار الصحيح. أكيد طبعا، يعني إحنا كلنا ثقة في جمهور النادي الأهلي. مباراة الناس كلها عارفة إنها مهمة جدا للنادي، ومهمة جدا يعني للمشوار بتاع النادي الأهلي إن شاء الله في بطولة أفريقيا. الناس كلها بتطمع وبتطمح إن شاء الله البطولة السنة دي تكون من نصيب النادي الأهلي بإذن الله. مشكلة المباراة طبعا إنها جاية في وقت صعب شوية على النادي الأهلي، على ظروف الاصابات اللي موجوده، على ظروف برضو الاعارات الكتير اللي كانت موجوده في الفتره اللي فاتت. فالنادي الاهلي انا يعني انا شايف النادي الاهلي بيلعب تقريبا ناقص تيم كامل، فريق كامل. اللعيبه عودتنا والجهاز الفني عودونا على ان هم في المواقف الصعبه بيكونوا يعني متواجدين بشكل كبير جدا. ان شاء الله باذن الله الدعم بتاع الجمهور يكون حافز للعيبه انها تقدر تعوض الخروج المفاجئ من بطوله كاس مصر. المرحلة اللي جاية مرحلة صعبة جدا، لأنها مرحلة مجموعات، زي ما أنت كنت شغال في الدوري بتقدر إن أنت بتجمع أكبر نقط علشان تقدر تفوز بطولة الدوري، أنت برضه هنا مرحلة المجموعات بتضطر أو بتبقى محتاج كل نقطة، محتاج إن أنت تفوز بأكبر عدد من النقاط علشان تقدر توصل للدور اللي جاي. والبداية كمان مهمة يا كابتن، بداية دي دي دي, دي ده طبعا موضوع أكيد، موضوع إن أنت البداية بتاعتك زي ما احنا بنقول بلغه الكوره، المكسب بيجيب مكسب والفوز بيجيب فوز. نادي الترجي انا شايف ان هو الو معاك يا كابتن، اتفضل اتفضل يا كابتن. انا شايف النادي الترجي من يعني من الفرق الكبيره على مستوى افريقيا، ولكن احنا في السنين اللي فاتت دي النادي الاهلي قدر انه يفوز على الترجي سواء في مصر او في تونس. صحيح، حتى يعني حتى اخر بطوله افريقيه النادي الاهلي اخذها كانت على حساب الترجي وكانت في تونس. فأنا شايف إن الموضوع محتاج بس يعني شوية تكاتف وشوية ترابط وشوية هدوء وثقة في النفس، هو ده اللي هيقدر يوقف اللعيبة دي على رجليها. وطول ما يعني طول ما الناس، أنا وجهة نظري، طول ما الناس بتتعامل بهدوء مع المواقف الصعبة هتقدر إنها تخرج منها بأسرع وقت إن شاء الله. حقيقة كابتن، هو ده جمهور الأهلي، ده دوره بقى، وتوقيت اللي إحنا بنتكلم جمهوره ده حماية، هو بيحمي الفريق من أي سقطة تانية يعني، وده اللي إحنا بنتكلم عليه يعني. بالظبط. وبعدين خلي بالك احنا كلنا مرينا بالظروف دي، وكلنا مرينا بظروف ان انت ازاي لما بتلعب على ملعبك بيبقى عندك على الاقل 50% سلاح مهم جدا الجمهور بتاعك. طبعا يعني انا كنت بتمنى ان المباراه ما تبقاش 10,000 ولا 15,000، لا انا كنت بتمنى ان
ان الملعب يكون مفتوح، ان الجمهور يبقى موجود بكثافه كبيره جدا، لان انا عندي ثقه تامه ان جمهور الاهلي هيقف ورا اللعيبه ورا النادي من اول دقيقه لاخر دقيقه، وده اللي احنا عاهدناه على جمهور النادي الاهلي على مدار السنوات ال 111 سنه اللي احنا يعني عشناهم في النادي الاهلي وعشناهم مع النادي الاهلي، ان دايما بتلاقي الجمهور واقف واقفه صح في المواقف الصعبه. فانا كنت بتمنى ان المباراه دي كل استاد فيها مفتوح، يكون الجمهور بال 60,000 او ال 70,000 او ال 80,000 حسب الساعه بتاعت الاستاد. انا كنت بتمنى ان عدد الجمهور يكون اكبر من كده. والله احنا كلنا نتمنى كابتن عدد الجمهور يبقى كبير، لانه بيأثر طبعا بشكل ايجابي في مباريات كبيره زي مباراه الاهلي والترجي، وخصوصا لما بتبقى في مصر وتستغل بشكل كبير جمهورك وارضك، لان مهم جدا ان عدد لقاءاتك اللي هتلعبها على ارضك الثلاث نقاط تكون معاك، لان يعني ده الاهم، ان انت ما تخسرش اي نقطه على ارضك كابتن عمرو، هتفرق كتير قوي، وخصوصا ان انت كل المباريات الخارجيه هتلعب ضد فرق الملعب بتاعها مليان بالجمهور بتاعها. صحيح يا كابتن، انت مش هتلاعب فرقه بتحدد لها عدد جمهور ولا اي حاجه. صحيح. فانت ده يعني انا شايف ان ده برضو هيكون يعني مش عايز اقول عيب على لعيبه النادي الاهلي. صحيح. عدد الجمهور هيكون قليل، لا بالعكس ان شاء الله كابتن، البركه هيبقى في الموجود. في الموجود طبعا ان شاء الله، دعمهم 10 او 15,000 ان شاء الله هيقوموا بدور ال 60 وال 70,000 اللي موجودين. صحيح. كل اللي مطلوب من اللعيبه انها تتعامل بثقه وهدوء كده ان شاء الله بامر الله مع المباراه. صحيح. تقدر تخرج بافضل نتيجه وبافضل سكور، بحيث ان انت تحط رجلك من بدري. صحيح. ان انت تقدر تصعد للدور اللي جاي. صحيح كابتن عمرو، انا بشكرك شكرا جزيلا. واحد من نجوم النادي الاهلي، هروح لواحد ايضا من نجوم النادي الاهلي الكبار يعني دلوقتي حاليا، يعني انا بستمتع بيه وسعيد جدا باللي وصل له في الدوري الاماراتي.